تحية مجددا. إذن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي يحذر من أن إسرائيل ستواجه ردا حاسما في حال تجاوزت الخطوط الحمراء، مؤكدا أن وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري وسيستمر طالما أرادت الحكومة والشعب السوري ذلك. المسؤول الإيراني أشار إلى أن الوجود الإيراني في سوريا يقتصر على المستشارين وأن هدفه هو مكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة والجماعات المسلحة، متهما إسرائيل بمساندة هذه الجماعات. تصريحات إيرانية تأتي في وقت يشير فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تكثيف إسرائيل غاراتها على مواقع للجماعات الإيرانية والموالية لها على الأراضي السورية. فعن أي خطوط حمراء يتحدث عنها الإيرانيون؟ والقصف المنسوب لإسرائيل مستمر على مواقعهم في الأراضي السورية، وهل تأخذ إسرائيل التهديد الإيراني على محمل الجد؟ وهل من استراتيجية جديدة لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمعادلة السورية؟ هذا ما نناقشه مع ضيوفنا الكرام في ملفنا الأول من هذا المساء. ليس مفاجئا أن تواصل إيران خطابها التهديدي لإسرائيل. هذه المرة مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإيرانية توعدوا إسرائيل بما وصف بالرد الحاسم في حال تجاوزت الأخيرة الخطوط الحمراء، مدعية أن وجود إيران في سوريا هو وجود استشاري وسيستمر وفق رغبة الحكومة والشعب السوريين. وتعليقاً على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران وحزب الله، تقول طهران إن إسرائيل منذ نشأتها كانت عدائية وقمعية في المنطقة، وإنه في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهاب تساعد إسرائيل من وصفتهم إيران بالإرهابيين. إسرائيل من جانبها باتت تتوقع أن يسعى الرئيس السوري بشار الأسد إلى تهدئة وتخفيض لتموضع إيران وحزب الله اللبناني في جنوب سوريا نتيجة للضربات الإسرائيلية المتواصلة على تلك المناطق خلال الفترة الأخيرة. قلة الحيلة تجاه الضربات الإسرائيلية الأخيرة وعدم الرغبة بفقدان جنوب سوريا هو الوصف الذي باتت إسرائيل تلصقه بالنظام السوري الذي تتجه أعينه وأعين لاعبي المشهد السوري كافة نحو البيت الأبيض وكيفية تعامل زعيمه الجديد مع الشرق الأوسط والقضية السورية على وجه التحديد، وخصوصا في ظل الترجيحات بعدم نية الجيش الأمريكي الموجود تحت راية التحالف الدولي لسحق تنظيم الدولة الانسحاب من سوريا بشكل كامل. وفي الوقت الذي لا يفهم به من الصمت الروسي على تزايد الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا إلا القبول بها، ثلاث مصائب تهوي على رأس إيران في ذات الوقت: العقوبات الاقتصادية وفيروس كورونا وهبوط أسعار النفط وقلة الطلب، ما يجعلها أضعف من أي وقت مضى. ولكن هل تكفي هذه النوائب المقصودة وغير المقصودة لإخراج إيران من الأراضي السورية؟ نرحب بضيوفنا الكرام. سيد إيران نتسيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، أهلا بك. الأستاذة هديل العويس، الكاتبة المتخصصة بالسياسات الأمريكية، أهلا بك. والأستاذ أليف صباغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا بكم جميعا. واسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ أليف. إذن عن أي خطوط حمراء يتحدث الإيرانيون والطائرات الإسرائيلية تصول وتجول في سماء دمشق وفي السماء السورية عامة، يتساءل كثيرون؟ حقيقة سؤال في مكان، يعني هذه الخطوط الحمراء يفترض أن تكون خطوط القانون الدولي، يعني الأرض السيادية لا يجوز المرور لا فوقها ولا عليها ولا الاعتداء على أراضي سوريا إذا كانت سيادية. إذن الخطوط الحمراء في هذا المعنى هي قواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك ما يسمى. يبدو أن هناك نوع من لا أقول التفاهمات، ولكن ربما بشكل غير مباشر، أنه طالما أن الخسائر في الماديات وليست في الأرواح هي إلى حد ما، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن عشرات القتلى في الأيام الأخيرة من قبل الجماعات الإيرانية والموالية لإيران على الأراضي السورية. يمكن أن نتحدث، أنا لم أسمع من الإدارة السورية أي شيء من هذا النوع ولا من الإيرانيين.
يعني هذا الأمر لا يوجد لدي لا يوجد دلائل لذلك. يعني المرصد حقوق الإنسان لم يأتي بأي صورة لضحايا إيرانيين أو غير إيرانيين موجودين على الأرض السورية في الماضي. حصل ذلك، هذا لا يعني أنه لم يحصل قتل بشري، حصل فعلا، ولكن يبدو أن هناك قدرة عند الإيرانيين وعند السوريين أن يمتصوا هذه الضربات. السؤال إلى أي مدى يمكن امتصاص هذه الضربات؟ إلى متى يمكن امتصاص هذه الضربات؟ أنا توقعاتي أنه سوريا وإيران تجهزان أنفسهما للرد، وهذا الرد ربما لا يكون قريبا، ولكن إذا لم يكن هناك تسوية عامة في الشرق الأوسط تطال إيران وسوريا وإسرائيل وأماكن أخرى، إن لم يكن هناك تسوية عامة فالحرب قادمة. نعم، ابقى معي لو سمحت. سيد إيران، هل تأخذ إسرائيل هذا التهديد الإيراني على محمل الجد؟ وهل من حسابات إسرائيلية جديدة فيما يتعلق بالجماعات الإيرانية على الأراضي السورية؟ والأستاذ أليف يتحدث عن ربما تسوية قد تكون فعلا، يعني ربما المصالح تتضارب، لكن في النهاية قد يعني يكون هناك حسابات أخرى. نحن للخيم للأسف لا نسير باتجاه أي تسوية شاملة من النوع الذي ذكره الأستاذ. نحن نتجه باتجاه تسوية مختلفة بين إيران وبين الولايات المتحدة، هدفه العودة بطريقة أو بأخرى إلى الاتفاق النووي السابق. في هذا السياق كل ما يدور في الميدان في الشرق الأوسط مؤقتا هو غير مهم. الأمر المهم هو ما يحدث خلف الكواليس بين الأمريكيين وبين الأمريكيين. على ما يبدو هناك اتصالات سرية، هناك أنباء عن وساطة فرنسية، هناك رغبة للأمريكيين بالعودة إلى الاتفاق النووي السابق مع بعض التعديلات والتبادل وجهات النظر. الإيرانيون يطالبون برفع العقوبات، الأمريكيون يطالبون من إيران بالعودة إلى بنود الاتفاق، ولكن على ما يبدو سيكون هناك اتفاق أمريكي إيراني وكل الأمور ستنبثق من هذا الاتفاق. لذلك قواعد اللعبة والخطوط العمراء الحقيقية موجودة هناك بين إيران وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وكل ما يدور في الميدان بين إسرائيل وإيران وسوريا في الأبعاد التي ذكرتها هي فقط نتاج لهذا الاتفاق المتوقع، ولا أرى أنه سيكون هناك تغيير جذري في هذا الملف. ربما ستكون هناك محاولة إيرانية لتغيير قواعد اللعبة، إدخال منظومة عسكرية لا يمكن لإسرائيل أن تستوعبها، وسيكون هناك غارة نحن في الشرق الأوسط. ولكن السيناريو الأكثر توقعا هو أن السجال الإيراني الإسرائيلي على الأراضي السورية ستستمر كما استمر حتى الآن، والتغيير الكبير سيأتي بين الولايات المتحدة وإيران. أستاذ هدي، الكثيرون وصفوا إدارة بايدن بأنها الإدارة باراك أوباما الثالثة، لكن إدارة بايدن أي الاستراتيجيات سيكون لديها على الأراضي السورية؟ إذا ما كان هناك استراتيجيات جديدة، ما هي هذه الاستراتيجيات؟ نعم، لا أرى أن إدارة جو بايدن هي إدارة أوباما أخرى، ولكن طبعا هي يعني مختلفة أكثر عن إدارة دونالد ترامب، لديها مقربات مختلفة. بالنسبة لسوريا، من الآن نرى أن سوريا لن تكون أولوية بالنسبة لإدارة جو بايدن. هناك أولوية كبرى بالسياسات الخارجية للشرق الأوسط، أولى هي إيران، هي العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. حين يقول أنتوني بلينكين أن إيران قريبة أسابيع فقط عن يعني بناء قنبلة نووية، هو طبعا يرسل رسالة إلى هنا واشنطن السياسيين الذين كان تعجبهم سياسات دونالد ترامب، يقول لهم انظروا ها هي بسياسة الضغوطات القصوى إيران اقتربت أكثر من أن يكون عندها قنبلة نووية. وطبعا هي أيضا رسالة للحلفاء في إسرائيل والدول العربية أنه هذا الخطر الأكبر الإيراني الذي يستهدفكم هو اليوم بات قريب جدا، خطر بناء قنبلة نووية. وبالتالي سنرى سياسات تركز على الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. روب مالي إذا رأيناه اليوم يعني نظرنا في أفكاره وهو مبعوث إدارة جو بايدن إلى إيران، هو مكان من أنصار نظرية دعونا لا نضغط على إيران كثيرا ونتدخل بما بسلوكها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وغيرها لكي نركز على الاتفاق النووي الإيراني. هناك الكثير من الكتب التي كتبت في هذا حول إدارة أوباما بأن روب مالي وهؤلاء كانوا يريدون أن يغضوا النظر عن ما يحدث في سوريا. الآن هو ما يحدث، يعني أنا
أرى أن ما يحدث بين إسرائيل وإيران طبعا حقيقي يعني، ولا أؤيد نظريات المؤامرة بأنه من تحت الطاولة إسرائيل وإيران يتفقوا ويتفاهموا. هناك خسائر بشرية مؤكدة للجانب الإيراني وخسائر كبيرة من الهجمات الإسرائيلية على إيران، واليوم إيران تقوم بهذه الهجمات، ورأينا مؤخرا تقوم بالهجمات في شرق سوريا، ليس فقط في إسرائيل سوريا يعني، ليس فقط إسرائيل، ليس فقط بالقرب من حدودها يعني، وهي رسالة طويلة قوية لإيران أننا نحن أيضا دولة ذات سيادة، ونحن كإسرائيل لا نتبع للولايات المتحدة، ولا وليس كل شيء نفعله يعني فقط بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو ما يحدث في واشنطن. لدينا خط متشدد من الوجود الإيراني في سوريا، وسيستمر حتى مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ابقي معنا لو سمحت أستاذ أليف. الإيرانيون يقولون أيضا إن تواجدهم في سوريا يقتصر على المستشارين العسكريين، ومعطيات تشير إلى أن هناك القوات الإيرانية تعمل على إعادة تموضعها خصوصا في ريف دير الزور الشرقي بهدف التمويه. تعقيبك على ذلك وعلى هذه التصريحات الإيرانية التي تنفي وجود قوات لها على الأراضي السورية؟ يعني كل واحد حر من يصدق. هل تصدق التصريح الإيراني بأنه لها مستشارين عسكريين، أم تصدق تصريح أمريكي أو إسرائيلي أو غيره أنه هناك قوات إيرانية كبيرة موجودة، وهناك من يتحدث عن عشرات الآلاف؟ أنا لا أعتقد أن إيران ممكن أن ترسل عشرات الآلاف من جنودها في هذا الظرف بالذات، في الظرف الذي تستعد فيه إيران داخليا إلى هجمات، أو على الأقل كانت تستعد إلى هجمات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة. إذن أنا أميل للتصديق بأنه هناك مستشارين عسكريين، وهناك قوات أخرى غير إيرانية، ربما تكون سورية وربما تكون من أماكن أخرى، موجودة على الأراضي السورية. المستشارين العسكريين الإيرانيين يقومون بمهام المطلوبة منهم وفق الاتفاق مع الدولة السورية. هل يستطيع أحد أن يقول لسوريا لا لن نقبل بأن تستضيفوا مستشارين عسكريين إيرانيين؟ أنا أعتقد أنه هاي من حق. لكن هناك أستاذ أليف في هذه النقطة بالتحديد، هناك من يشكك حتى لو طلب الدولة السورية وطلبت الشعب السوري بخروج القوات الإيرانية فإنهم لن يخرجوا من سوريا. كيف يعني؟ هذه فرضيات، هذه فرضيات. هل سمعنا أو رأينا أو قرأنا أي تصريح سوري بضرورة ترك القوات الإيرانية الأراضي السورية؟ أنا لم أسمع عن ذلك، ولا أعتقد أن أحدا سمع عن ذلك، ولا يبدو أن هذا موجود في الأفق. إذا ما كانت القوات الإيرانية أو المستشارين الإيرانيين قد أتوا إلى سوريا بموجب طلب الحكومة السورية، كما أتت القوات الروسية بموجب طلب واتفاق مع الحكومة السورية، وكما يقول الروس بأن مهمتهم هي محاربة داعش، محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأرض السورية، وليس محاربة إسرائيل. هكذا يبدو الأمر مع إيران. إذن عندما تنتهي سوريا من محاربة داعش وكل من يتبع داعش، وتخرج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية، عندها يمكن أن نبحث أو أن نقول ماذا تفعل القوات الإيرانية أو المستشارين الإيرانيين والروس في سوريا؟ نعم، وصلت الفكرة. سيد إيران، أيضا في عهد ترامب كثفت إسرائيل من هجماتها ومن قصفها لسوريا أو للأراضي السورية على مواقع الجماعات الإيرانية بتنسيق روسي. هل ستتغير الاستراتيجية الإسرائيلية مع مجيء إدارة بايدن؟ وهل سيتأثر التنسيق الإسرائيلي الروسي بذلك؟ مقدام لدات. من المبكر معرفة هذا. نحن الآن في أوج المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة. إدارة بايدن لم تبلور موقفها النهائي فيما يتعلق بسوريا. من وجهة نظر الإدارة الأمريكية سلم الأولويات مختلف تماما عما كان سلم أولويات ترامب. الإدارة الأمريكية ستركز على التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19، وكذلك الوضع الديمقراطي في الولايات المتحدة، الخلافات داخل الولايات المتحدة، ومن ثم في العلاقات الخارجية تجديد التحالفات القديمة وإنشاء تحالفات ضد الصين وضد روسيا. الشرق الأوسط
هو فقط في الدائرة الثالثة للسياسة الخارجية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد السياسة الداخلية. الجميع يفهم هذا. اليوم الأمور واضحة وجلية. نحن في لازلنا في الفترة الانتقالية. بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في سوريا يمكن التقدير بشكل حذر أنها لن تكون سياسة عدوانية كسياسة ترامب. هي ستكون سياسة في محاولة لتقليص الأضرار. لن يتم إرسال قوات أمريكية إلى الداخل. ستستمر جهود إخراج القوات الأمريكية. ستسعى الإدارة لإبرام اتفاقيات علنية أو تحت الطاولة مع دول كإيران وربما أيضا مع نظام الأسد. الجميع ينتظر الانتخابات في سوريا والعلاقات بين بايدن وبين بوتين ستكون مختلفة تماما عن علاقات ترامب وبوتين وستكون تداعيات لهذه العلاقة بين الزعيمين. لذلك الجميع في حالة انتظار. هناك محاولات لتحسين الظروف ولكن الجميع بانتظار. كل هذه المؤشرات